السلام عليكم، معكم شيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل كباب عروق بالخضروات بدون لحم. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1 حبة شجر، يعني كوسة قشرتها، و1 حبة بصل، و2 حبة بوتيتا، و3 حبة بيض. راح أكمل لكم باقي المواد أثناء الفيديو. هنا هسه بالبداية راح أبرش الشجر اللي هو الكوسة بهاي المبرشة، واي مبرشة عندكم متوفرة بس تكون شوية على الجهة الخشنة مثل هاي، يعني ثقوبها شوية تصير كبيرة بهالصورة. طبعا هاي المواد كلها راح ابرشها، يعني ما بيها لحم بس طعمها كلش طيب وسهلة، يعني تصلح للعشاء، مرات للغداء حسب الرغبة، مرات حتى بالريوق اذا تقلوها تحبون وتاكلونها ويا الشاي هم طيبة. هنا برشت الشجر وراح ابرش البصل بهالصورة، راح ابرش البوتيتا ايضا وراها. هذا العروق ايضا يفيد الاطفال من يروحون للمدارس، الطلاب الصغار ممكن امهم تسوي لهم من عنده لفات او تخليه بحافظة، راح يشبعهم واحسن ما يشترون من برا. هنا عندي البوتيتا ايضا برشتها، 2 حبة بوتيتا. هنا هاي الثانية، حبة البوتيتا الثانية برشتها. هنا عندي 3 حبة بيض، هنا خفقت البيض خفق جيد وضفت لهاي الخضروات اللي برشناها، وراح اضيف البهارات. عندي رشة فلفل اسود ورشة كاري ورشة كركم و1 ملعقة اكل ملح و1/2 كوب طحين. خلطته خلط جيد، تصير العجينة شوية لينة، وهنا رشة كمون. خلطته خلط جيد، وعندي زيت ساخن، طبعا انا قليت بيه كم وحدة بالبداية. وهنا اخذ بالخاشوقة وافرشها بالطاوة وانتظر الى ان تتماسك واقلبها بعدين، وصير يعني شوفوا هسه انا اخذ من عنده، ما ضفت له ولا شوية مي، هي الخضروات نزلت المي مالتها وصار بهالصورة، يعني ما يحتاج تضيفوا له مي بس تضيفون كل هاي المواد اللي انا ذكرتها. وهنا انتظرت شوية، يعني تبقون واقفين يمه الى ان يحمر، تبين الحافات مالتها حمرة بهالصورة، واقلبها ومن اشوفها تحتاج بعدها مقلبها الوجه هذا اللي استوى مرة ثانية حتى يصير لونها احمر ذهبي. وانا دائما مثل ما تشوفون اضغط على هواء ايدي عليها حتى تستوي من الداخل، وقدمتها بهالصورة ويا الكتشب. تقدرون تقدموها ويا زلاطة او تاكلوها ويا الشاي، وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية، ولا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا اعجبكم، وتنشرون الفيديو بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة دائما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.